اهلا بكم مره اخرى مشاهدينا الكرام، لسه مكملين معاكم وبينضم لنا الان وسيم احمد محرر موقع اي بي ارينا للحديث عن فقره المحترفين. وسيم اهلا بك معانا. اهلا بك يا محمد، اهلا بكل الساده المشاهدين. طبعا عندنا اخبار كثيره سريعه، عايز افكركم بالتواصل معنا على صفحه الفيسبوك facebook.com/morningshow.tv وعلى التويتر @melody_morning وارقام الهواتف اللي تظهر قدامكم على الشاشه. سريعا بس، ام بي وصلت الحمد لله الى باماكو ونزلت الطياره الخاصه، وصلت بعد 8 ساعات طيران، طلعت من القاهرة لتونس بعد 4 ساعات، وبعد كده من تونس لمالي في 4 ساعات تانية، واستقبلها وحدات خاصة من قوات الجيش المالي حتى فندق الإقامة وربنا يستر. خلينا نبدأ بفقرة المحترفين سريعا. وسيم، بدأنا يمكن في محترف يمكن ينضم لنا الفترة القادمة لفقرة المحترفين، هو أحمد الشناوي اللي بدأ يعمل تجربة المعايشة معاه في أسبانيا في ريال بيتيس، وريال بيتيس عنده مباراة النهاردة مع فريق برشلونة. بالظبط كده، يمكن أحمد الشناوي أدى فترة مع ريال بيتيس في أسبانيا، قدر إن هو يظهر بشكل كويس جدا مع ريال بيتيس في التدريبات، شارك مع فريق اللي هو اللي بيسموه هناك الرديف او اللي هم بيبقوا الاحتياطيين بتوع الفريق الاول، الريزيرفز بالظبط، شارك معاهم في التدريبات وشارك بعد كده مع الفريق الاول الفيرست تيم. ويمكن المدير الفني للفريق الاول اتكلم عن احمد الشناوي وقال ان هو شارك لمده ربع ساعه بس، فبالتالي مش هيقدر يحكم على مستواه، وان هو سايب الحكم او القرار النهائي للمدير الفني او مدرب حراس المرمى للفريق الرديف. كمان يمكن صحيفه ماركا الاسبانيه كلمت عن الشناوي وقالت ان هو لاعب ظهر بشكل كويس جدا في التدريبات، وتوقعت له ان هو ينضم لريال بيتيس في الايام القادمه ان شاء الله. شكل التدريبات كانت عامله ايه؟ يعني اتمرن دخل تقسيمه ولا دخل تمرينات عاديه؟ لا، تمرينات وتقسيمه، وابتدوا يشوطوا عليه، ويعني حتى ممكن معانا لقطات برده لو تتعرض على الشاشه دلوقتي هنشوفها. هنشوف اللقطات معانا. بالظبط. كمان حتى كلام المدير الرياضي للنادي اتكلم عن احمد الشناوي، يمكن دي صور لاحمد الشناوي في التدريبات. المدير الرياضي اتكلم عنه وصرح للصحافه الاسبانيه، قال ان احمد الشناوي لعيب صغير في السن، عنده 20 سنه فقط، ولكنه قدر انه يلعب للمنتخب الاول المصري، وبتوقع له مستقبل كبير جدا، وتوقع برضه ان هو يحاول ان هم في خلال الايام القادمه ينهوا المفاوضات مع النادي المصري بحيث ان هي تنتهي في خلال الايام القادمه ان شاء الله. طبعا توفيق لاحمد الشناوي، يمكن احد ابرز، يمكن صاحبة ماركا وهي كاتبه عندي، صاحبة الماركا كاتبه بيتيس بيريو بالميتا خيبسي، طبعا بيتكلم عن احتماليه انتقال او اعداد احمد الشناوي، دي لحظه وصوله هناك. بالظبط. يمكن الصحافه والكاميرات بتحاول ان هي تلتقط له الصور هناك. وده هو في التدريبات مع الفريق. ده بدأ يتمرن، كان بدأ يتمرن مع الفريق ده في الملعب الفرع طبعا للفريق الرديف طبعا. ربنا يوفقه يا رب. يعني شايف خطوه جيده لاحمد الشناوي لانه حارس مميز، يمكن يكون اخر حارس محترف عندنا بعد نادر السيد. لا، طلع بعديه اكرامي، وفي شريف اكرامي. شريف اكرامي راح فاينورد وتجربه بس ما كانتش ناجحه بنسبه 100%. بالظبط. يمكن نادر السيد نجح في اول سنه ليه مع كلاب بروك. بالظبط. كان هو الاساسي، بس كثره تعودته للمنتخب، احسن حارس وقتها في بلجيكا، كثره تعودته للمنتخب المصري اثرت على وجوده. يمكن على فكره الحارس اللي وقف مكان نادر وقتها كان هو لسه بيقف لحد دلوقتي، بسم الله ربنا يدينه الصحه، لحد دلوقتي لسه بيقف مع الفريق كلوب بروج. خلينا نروح بعد كده. طبعا احمد الشناوي كل التوفيق الفتره القادمه طبعا باذن الله. اللي بعد كده حسن عبد ربه. بالظبط، حسن عبد ربه يمكن احنا ادى الموسم ده من ساعه انتقاله لفريق اتحاد جده موسم اكثر من رائع، وبالتالي المدير الفني لاتحاد جده اصر ان حسن عبد ربه لازم يكون معاه في الموسم القادم. دخل نادي الاسماعيلي في مفاوضات، او اتحاد جده في مفاوضات مع نادي الاسماعيلي لضم حسن عبد ربه، والمشكله بس كانت في المقابل المادي، لان كان النادي الاسماعيلي عايز 3 مليون دولار في الوقت اللي نادي اتحاد جده شاف المبلغ كبير. فبيحاولوا ان هم يوصلوا دلوقتي، وغالبا ده اللي هيتم، انه هيتم مد فتره الاعاره بدل من انتقال النهائي للموسم القادم. انا كان نفسي الاسماعيلي والله يخلص يعني الانتقال بتاع حسن عبد ربه، لان حسن عبد ربه يعني بيكلف الاسماعيلي مبلغ كبير جدا الاسماعيلي ما يقدرش يتحمله، وبدل ما يجد يمد الاعاره سنه وفي الاخر يلاقي ان عقده خلص معاه، يعني ليه ما كانش باعه برقم معقول، يعني رقم ريزنبل شويه بدل الرقم الكبير اللي طالبينه. بالظبط، انا متفق معاك يا محمد. تمام. محمد زيدان. محمد زيدان طبعا يمكن فريقه الاسبوع الماضي لعب في اخر جولاته في البوندسليجا ضد فريق بروسيا مونشنجلادباخ واتغلبوا 3-0. للاسف محمد زيدان ما شاركش في اللقاء. هو كان هي دي صور دي حاجه ليها قصه ثانيه بعد. يعني كان من الاول بس على المباراه، محمد زيدان ما شاركش في اللقاء لان كان عنده اصابه في ركبته اليسرى، كان عنده كدمه فيها، ولكن فريقه زي ما قلنا اتغلب 3-0.
وطبعا فرقه ماينز احتلوا المركز 13 في الدوري برصيد 39 نقطه. تمام، ايه بقى الصور اللي احنا عرضناها؟ في الراعي الرسمي لفريق ماينز اللي هو شركه اسمها انتيجا، دي عملت مسابقه لمدارس الكرويه في المانيا لفرق الناشئين لبعض المدارس الكرويه، ويمكن الفريق الفائز في المسابقه دي كانت المكافاه بتاعته او الجائزه بتاعته ان هو يتمرن مع الفريق الاول لماينز، وكان محمد زيدان هو محور او نجم هذا اليوم، يعني المدرسه كتبت عنه على موقعها على شبكه الانترنت. ده الباص ده الباص بتاع الاولاد الصغيرين بتاع الاولاد الصغيرين بالظبط. شوف عندهم الباص الاولاد الصغيرين عامل ازاي. عندنا الفرق الكره الكبار ما بيبقاش عندهم، احنا بنأجر لحد دلوقتي شركات سياحه. طبعا محمد زيدان وسط اللعيبه الصغيرين كلهم كانوا بيحاولوا، كلهم بنات عشان بنات بنات واولاد بالظبط، كانوا بيحاولوا ان هم يتهافتوا عليه ويلتقطوا الصوره التذكاريه معاه. مفيش اخبار عن تجديد اعاره محمد زيدان او حاجه؟ لا لسه ما فيش كلام، ولكن في موقع اسمه بوندسليجا تي في المانيا تي اونلاين اتكلم عن محمد زيدان ووصف ان هو بالبطل اللي ادى دور بطولي مع ماينز بعد انتقاله ليه في موسم الانتقالات الشتويه، لانه قدر انه يسجل 6 اهداف في اول 6 مباريات ليه مع ماينز، وده يمكن ما حدش حققه قبل كده. تمام. وده يمكن فيديو احنا بنعرضه برضو لاهداف محمد زيدان الـ7 كلهم مع ماينز منذ انتقاله ليه الموسم ده. تمام، هنشوف دي بعد طبعا دي اول هدف ليه بالظبط كان قدام شالكه بالظبط. دي شالكه 0-4 وكانت في ملعب الفيشت بقى اللي في ملعب شالكه. طبعا موسم رائع لمحمد زين. اه. ودي يمكن المزازه الشهيره يا محمد. اه. ودي مباراه ثانيه مع فريق هانوفر. بالظبط كان ثاني اهدافه. بس يمكن ساره بعت لنا بتقول ايه رايك، ايه رايك مش الافضل محمد زيدان يرجع مكانه ثاني وافضل من الاحتراف؟ انت ايه رايك؟ يرجع مكانه مصر ولا يرجع بلده؟ اه يرجع بلده. لا طبعا كانوا بلد افضل. لا طبعا احنا بنتمنى ان اللعيبه كلها تخرج بره مش ان اللعيبه ترجع ثاني. احنا بالعكس بنتمنى ان هو يكمل في المانيا. ولو في فرصه ليه انه يرجع دورتموند ويشارك بشكل اساسي يكون افضل ليه كمان من هو خلاص الحل لوكاس باريوس وشينجي كاجاوا هيفتحوا له السكه طبعا ان هو يبقى اساسي، بس اتمنى ما يشتروش لعيبه ثانيه برده مكانهم يعني، ويرجع محمد ياخد مكانه في الفريق. هو واضح محمد زين اللي عنده كيمستري خاصه مع فريق ماينز هو يروح ويجي على ماينز. طيب احمد حجازي، احمد حجازي طبعا اللي هو لاعب نادي الاسماعيلي، الايام الاخيره شهدت الحمد لله مفاوضاته ما بين نادي الاسماعيلي وما بين نادي فيورنتينا. انفراجه بالظبط في المفاوضات. نادي فيورنتينا ارسل العقود الخاصه باحمد حجازي لنادي الاسماعيلي. تمام. ولا تبقى بس لا تبقى أحمد حجازي، احمد حجازي يوقع على العقد. بس على فكره هو العقد الاولاني المفروض الاسماعيلي هو اللي يوقع عليه. اه بالظبط. وفي عقد ثاني ثنائي بين اللاعب والنادي، يعني هو اللاعب مش لازم يوقع العقد ده. تمام. لازم في يعني العقد ده بتاع الاسماعيلي هو. تمام. اللي يوقع عليه بالانتقال ويبعتوه للفريق فيورنتينا عشان يبعتوا لهم الدفعه الاولى بتاعت بالظبط كده بتاعت الانتقال. بالظبط. اتمنى التوفيق لاحمد حجازي بصراحه. الدوري الايطالي وفريق فيورنتينا فريق جيد يعني ممتاز جدا يعني، والحمد لله ان هو فضل بقى خلاص في الدوري الايطالي، والحمد لله مدربه مشي اللي كان بيضرب الناس ده. وفي على فكره كمان موقع اسمه بليتشير ريبورت، موقع عالمي، كتب تقرير عن ابرز 10 وجوه جديده العالم بينتظرها في بطوله اولمبياد لندن. اتكلم عن ابرز 10 وكان من ضمنهم احمد حجازي. حد تاني من مصر احمد حجازي بس. نعم. حد تاني من مصر احمد حجازي لا بس. من مصر كان احمد حجازي بس. كان في ال 10 اسماء كان من ضمنهم في نيمار طبعا نجم البرازيل. نيمار البرازيلي. ارون رمزي نجم ارسنال. تيلو نجم برشلونه، فطبعا احمد حجازي يكون وسط اللعيبه دي. لا تيلو تعبان قوي، انا شايفه تعبان جدا يعني بصراحه. لا صعب قوي. طيب خلينا نشوف برضو سريعا عشان بس وقتنا النهارده، شريف اشرف مع الفريق الفنلندي. تمام. شريف اشرف طبعا مع فريقه في فنلندا لعبوا الاسبوع الاخير او بالظبط من يومين في كاس فنلندا، كسبوا 3-0 وشريف اشرف احرز هدف قاد فريقه بيه للصعود للدور الثالث من الكاس. تالق بشكل لافت للنظر، وبرده معانا الهدف بتاعه على الشاشه ممكن نشوفه دلوقتي. هدف جميل جدا محمد، يا ريت لو هنشوفه نعلق عليه. هنشوفه دلوقتي على الشاشه. تمام. طبعا بيتمنى للشريف انه تكون دي بدايه ليه لانتقاله. الجو في فنلندا عامل ايه دلوقتي؟ طبعا بيبقى تلج طبعا. يعني شفت اللي انا شفت الهدف يعني، شايف الجو كان كويس دلوقتي لسه في فنلندا لسه يعني هو مش تلج بمعنى تلج انه في تلج. انا قصدي انه تلج برد يعني. تمام. خلينا نشوف مع بعض الفيديو سريعا لو جاهز معانا. طيب خلينا نخش على بعد كده ستيفان شعراوي، اخباره ايه؟ ستيفان شعراوي ولا لسه حد بنعتبره محترف مصري لحد ما يظبط العكس؟ انا بعتبره لاعب مصري يعني، كل العالم بيقولوا الفرعون، فسواء هو لاعب لمصر ما لعبش هو هيظل في الاول وفي الاخر هو الفرعون المصري ستيفان شعراوي او كريم شعراوي. تمام. طبعا كريم لعب او ادى الموسم ده مع اي سي ميلان، موسم كان رائع ليه. صرح تصريحات ليه من منذ ايام لقناه اي سي ميلان رسميه. اتكلم وقال ان هو فرحان جدا وسعيد بمستواه السنه دي مع الاي سي ميلان، وقال ان هو في بدايه الموسم ما كانش متوقع ان هو هيشارك. هو طبعا لعب 28 مباراه مع اي سي ميلان السنه دي. تمام. وسجل 4 اهداف،
منهم هدفين في الدوري وهدفين في الكاس. قال انه ما كانش متوقع في بدايه انتقاله للتالق اللي هو حققه مع الفريق، ولكن وطبعا خصوصا يا محمد ان في عندهم لعيبه، عندهم ابراهيموفيتش، عندهم كاسانو، عندهم روبينيو، فكان صعب جدا انه ياخد مكان. بالظبط صحيح. فقال ان هو سعيد جدا وان هو كمان عنده افضل وان شاء الله هيقدمه في الموسم القادم. انا حاطين حسام الحضري جول محترفين ليه؟ هو انا حاطط حسام الحضري، هو فعلا حسام الحضري مش محترف، ولكن يعني هو طبعا هو حتى الان على ذمه فريق المريخ السوداني اعتقد. بالظبط. بس هو مش دي الفكره، هو الفكره انه الموقع الرسمي للاتحاد الدولي للفيفا عمل تقرير عن، كان تقرير لطيف جدا، عن ابرز احتفالات لعيبه الكره في العالم. من ضمن الناس اللي اتكلم عن روني اتكلم عن اكتر من لاعب، من ضمنهم كان حسام الحضري. مش بيطلع على العرض يعني؟ بالظبط، اتكلم انه بيطلع فوق العرض دايما في اي فوز مهم لفريقه، بيطلع فوق العرض وبياكل البطيخ فوق العرض. ايام الاهلي البطيخ. ايام الاهلي بالظبط. المنتخب بيطلع بس من غير بطيخ. بالظبط. تمام. طيب خلينا بقى نروح لفقره المحترفين الجدد، وعندنا مين النهارده؟ النهارده عندنا، احنا اتكلمنا في الاسابيع اللي فاتت عن اكتر من لاعب، النهارده لعيب جديد هو اسمه امير عادل او الكسندر ياكوبزن. في بعض الناس يمكن سمعت عنه. هو امير عادل ماشي، ايه الكسندر ياكوبزن؟ هو طبعا هو هناك في الدنمارك. ياكوبزن ده هو الاسم الجد من ناحيه والدته. هو والدته مش مصريه. والدته ايه؟ والدته دنماركيه. دنماركيه. والده طبعا مصري، هو الكابتن عادل احمد. ويمكن لعب فتره في نهايه الثمانينات مع النادي الاهلي. الكسندر او امير لعب هناك في الدنمارك لفريق اف سي كوبنهاجن. تالق معاهم بشكل لافت. يعني امير مش معاه الجنسيه الهولنديه، معاه الجنسيه الدنماركيه. دنماركيه مش معاه هولنديه. هنحكي احنا قصه هولندا اللي جايه بعدين. كويس. هو لعب لفريق اف سي كوبنهاجن في الدنمارك، يمكن دي صوره في هولندا. انما هو لعب في اف سي كوبنهاجن في الدنمارك مع فرق الناشئين. هناك بيسموه ميني رونالدينيو، رونالدينيو الصغير، لان هو بيشبه كتير قوي رونالدينيو البرازيلي. جاله عقد انتقال لفريق ايندهوفن في هولندا بسبب تالقه الكبير. يمكن الصوره دي برده بتبين هو صغير. جاله عقد وهو صغير. جاله عقد السنه اللي فاتت على طول. كان هو دلوقتي عنده 17. يعني هو عنده 16 سنه. 16 سنه. بس ده عقد احتراف ولا عقد انتقال لفريق ناشئين برضه؟ لا، عقد احتراف بس بيلعب مع فريق ناشئين بحكم سنه. بس احتراف عادي يعني. احتراف طبعا. بيلعب مع فريق ناشئين دلوقتي في ايندهوفن، عنده زي ما بقول 17 سنه، هو مواليد 94. دي بعض اللقطات ليه، بس دي يمكن مع اف سي كوبنهاجن قبل انتقاله على طول، يمكن بسنه واحده لبي اس في. طبعا الفيديو بيبين مهارته. تمام. هو بي اس في اف سي كوبنهاجن طلع منه برضه محمد زيدان متهيألي. اف سي لا، محمد زيدان راح اي بي، كان اسمه اي بي. لا إيه؟ اسمه ميتلاند. اف سي ميتلاند. ميتلاند كان قبل كده كان بيلعب في الاول وبعد كده راح اي بي وميتلاند. وميتلاند بعد طلعه. بس كوبنهاجن هو اقوى من ميتلاند. كوبنهاجن ده اقوى فريق يعتبر، هو برومبي هناك في الدنمارك. تمام. فطبعا انتقل لفريق ايندهوفن، بيلعب بشكل اساسي مع فريق 19 سنه برغم ان هو عنده 17 سنه. بس عنده مهارات حلوه. انا لا، عنده مهارات حلوه جدا. حركات مهارات برازيليه يعني. بالظبط. تمام. بيلعب مع فريق 19 سنه وبيلعب كمان مع الفريق اللي هو الرديف بتاع الفريق الاول، بيشارك معاهم في التدريبات. تمام. طبعا نتمنى انه امير ينضم في الفتره القادمه للمنتخب. وعلى فكره انا كنت بتكلم، هو كان ليه قصه مع كابتن ربيع ياسين على فكره. بالظبط. انا كنت بتكلم مع والده يمكن من يومين، وهو اكد لي ان كابتن ربيع ياسين عمل مجهود كبير جدا في ضم امير، وانه فعلا تم ارسال فاكس للنادي. لان هو كابتن ربيع عارف كمان والده، بيقول ان والده كان بيلعب معاه. بالظبط بالظبط كده. وبعتوا فاكس، ولكن بعتوا فاكس للاتحاد الهولندي، والاتحاد الهولندي بعت لي النادي البي اس في. طبعا هو مفترض انه يكون، لان هو حكى لي ان في مشاكل وهو برده مش هيقدر ينضم، لانه المفروض برده ان هم يبعتوا للنادي. احنا عندنا في مصر بعتوا للاتحاد، والاتحاد عندنا في مصر. انا حاولت افهم من كابتن ربيع القصه دي. كابتن ربيع او اي مدرب مصر ان الاتحاد يبعت للاتحاد، يبعت للاتحاد اللي بيضم النادي. انا قلت له اعتقد انه المفترض انك بتبعت للنادي، لان النادي هو اللي يمتلك اللاعب مش الاتحاد. بالظبط كده يا محمد. ووالده هو قال لا النظام عندنا لازم نبعت للاتحاد. فهي دي واضح انها مشكله بتواجهنا، يعني اتكررت معانا كذا مره يعني القصه دي. بالظبط. هو حتى والده لما اتكلم معايا قال لي ان المشكله هناك ان احنا يعني الناس بياخدوا انطباع عن الاداره في مصر او اداره الكوره في مصر ان الناس ما عندهمش احترافيه في التعامل. حتى كمان بيقول لي بعتوا انه للاعب عايزينه في خلال يعني فتره قليله جدا، يعني مثلا بعتوا له عايزينك الاسبوع الجاي مثلا. فاللي هو انت لازم تكون قايل لهم قبلها بفتره، لان اللاعب عنده ارتباطات بمباريات مع فريقه. لازم يكون في نوع من الاحترافيه شويه. تمام. زائد انه حتى لما بعتوا طالبين اللاعب، يعني مش باعتين معاه تذاكر طيران ولا حاجه، هم باعتينه اللاعب يجي مع نفسه. مش مكتوب هيجي حتى هيحضر يجي امتى ولا مين، ولا مفيش تفاصيل يعني فين الاوتيل، فين هيقعدوا، فين، مفيش تفاصيل. فطبعا دي كانت كلها مشاكل خلت النادي يرفض ان هو يرسل. المشكله عندنا بنتعامل على ان اللاعب الناشئ ده ما يصدق ان هو يجي له عرض من منتخب مصر، فيجري يجي جري يعني. يمكن حتى انا اتكلمت مع كابتن امجد الغندور، والد لاعب الغندور ياسين،
قال لي حتى احنا جبناه ونزلنا بيه، واحنا يعني هم حتى كانوا مرحبين ونزلنا بيه، لكن كان عندهم مشكله ثانيه برضو ان هم بعد ما ضربوا مش كانوا عارفين هم بيتضربوا لايه ولا بيتضربوا فين، حتى مش عارف هم جم ليه. هو كان بيتكلم على مألوف مكان 6 اكتوبر، هو طبعا كان بيتكلم على مشروع الهدف، هو المنتخب الشباب الجامعي هنا في مشروع الهدف. فاتقابلوا وقعدوا، ولكن هم كانوا مش عارفين هو نزل ليه، وقال برضو مشكله الدراسه. يعني واضح ان حتى ان ايه، انا ببعت انا بعمل اللي عليا، ببعت الجواب خلصت انا كده، ما بحاولش انسق مع اللاعبين المحترفين اللي عندي بره. يعني لاعب زي امير عادل ده ما ينفعش يتفوت، يعني حرام يتفوت. حرام يعني، لعيب الناس كلها بتتكلم عنه بره في الصحافه، في هولندا برضو يعني متالق مع فريق بي اس في اند هوفن، هو اياكس هم اقوى فرقتين في هولندا. ويمكن الدوري الهولندي هو زي ما بيسموه مصنع النجوم، اللي بيصنع نجوم ويسوقها لفرق كبيره. شفنا احمد حسام ميدو خرج من اياكس يعني راح طبعا على مارسيليا، فنتمنى انه يكون فيه اهتمام. يعني هو الحمد لله في خطوه، ميدو طلع ميدو طلع على مارسيليا، ومنها على روما. زلاتان ابريموفيتش طلع من اياكس على يوفنتوس، فاندر فارت طلع من اياكس على هامبورج على ريال مدريد. يعني الدوري الهولندي والدوري البلجيكي والفاترينا بتاعت رونالدو البرازيلي بدا برضو في ايندهوفن، فبدا في ايندهوفن رونالدو الاولاني الكبير، الاولاني الكبير من ايندهوفن على برشلونه على طول. بالظبط بالظبط. فنتمنى بس هو في حاجه برضو ايجابيه يا محمد لازم برضو نشيد بيها، احنا هاجمنا كتير قوي اتحاد الكوره، برضو حاجه ايجابيه انه ابتدوا يرسلوا، يعني كويس هم بعتوا فاكس سواء بقى للاتحاد سواء بس انا شايف ان لعيب مميز بصراحه لازم ينضم للمنتخب، ان الفرق الافريقيه بتفرق علينا دايما في ان هم بيضموا اللعيبه المحترفه اللي بره، بيكونوا موجودين معاهم في الفرق بتاعتهم. بالظبط. ويمكن احنا شفنا تجارب الجزائر صعدت، منتخب الدنمارك خد بالك، منتخب الدنمارك مش المنتخب الكبير اللي هيتنازل عن امير. بالظبط. لا منتخب الدنمارك منتخب صغير ممكن يضم امير، لان امير لاعب مميز جدا. بالظبط. طيب يعني نتمنى طبعا نوجد حل، انا ان شاء الله نعمل حلقه ثانيه مجمعه باذن الله، نكون معانا فيها يكون معانا حد من اتحاد الكوره، او يعني لما يكون بس يبان لها اتحاد كوره يكون معانا كابتن ربيع ياسين، نتكلم بس ازاي نحل نوصل لحل واحد في القصه دي ان شاء الله. هو على فكره بالمناسبه معلش يا محمد، في برضه خبر كويس ان كابتن ربيع ياسين او اتحاد الكوره نظم في النمسا لجنه رياضيه هيسافر ليها الكابتن ربيع ياسين، وهينظموا زي هناك معسكر لمده عده ايام هيختبروا فيه معظم اللعيبه اللي هي موجوده في اوروبا، ويمكن ده برضه خبر كويس جدا نتمنى يكون من ضمنهم. نتمنى ان شاء الله. سريع بس اخد بعض التعليقات من الفيسبوك، انا بشوف الفقره بتاعتنا الاخيره. رشدي المغربي شكرا رشدي ليك. احمد جيفار ايجي بيقول احمد شكري، احمد شكري خلاص اعتقد الموضوع كل ان انتهى خلاص. بالزبط. يعني الكلام ده كان ليه معاد وواضح ان هو ما بعتوش حاجه. جيفار برضه بيقول يا ريت ما تجيبوش اخبار شعراوي على انه لاعب مصري. ساره نصر الدين بتقول هي فقره المحترفين بتكون كل اسبوع في البرنامج ولا مش توقيت محدد؟ هي ليها يعني مره في الاسبوع حاليا، بس ان شاء الله هيكون ليها يعني نحاول نعملها مؤسسات، بس صعب جدا بصراحه. يعني انا بحاول يعني. عبد الله صبري يا ريت امير انضم للمنتخب الشباب، طبعا نتمنى. خلينا نشوف بقى فقرتنا، فقره انا بس عايز اعلق لحته الشعراوي. يعني برضو الناس متضايقه ان احنا بنجيب اخباره او كده. الشعراوي انا عايز اقول يا جماعه ان هو لعيب اتولد وعاش حياته كلها في ايطاليا. بالظبط. فيعني برضو يعني طبيعي ان هو بينادي هناك الفرعون المصري، بس احنا يمكن الامور تحصل فيها انفراجه بالنسبه للمنتخب المصري، اتمنى يعني. بالزبط. طيب خلينا نشوف بقى اللقطات بتاعتنا. الاول في صوره معانا خلينا نشوفها كده، طبعا دي فقره الطرائف. موقف طريف. معانا صوره زي دول، مين دول؟ دي داوين روني طبعا، دي لعيبه وهم صغيرين. بالظبط لعيبه وهم صغيرين. وين روني؟ رونالدو طبعا. رونالدو مين فيهم؟ لا ده رونالدو اللي هو البرازيلي. يعني فيهم برضو برازيلي الاولاني ولا الثاني؟ لا الاولاني، ما هو الثاني برتغالي. لا ما في رونالدو ورونالدينيو، ولا قصدك رونالدو؟ لا اصل رونالدينيو اسمه رونالدو برضه على فكره. رونالدينيو ده تصغير لي. ده رونالدو. رونالدو لاعب انتر ميلان وبرشلونه، بعد كده في تيفيز، ميسي على الاخر. ميسي كان مخلل خالص. بالظبط. تحتيه في والكود. والدته شايلاه تقريبا. في هيسكي شكله فظيع جدا. هيسكي صعب قوي. فرانك لامبرد وديفيد بيكهام. لا بيكهام باين، بيكهام باين طبعا. طيب في فيديوهات بقى معانا سريعا. اول فيديو معانا هو فيديو عن كريم، فيديو عن كريم شعراوي. كريم شعراوي بالظبط. فيديو بيبين مهارته، ويمكن تحدي ليه في التدريبات. بيحاول ان هو يعني فيديو قريب ولا نقدر نوصفه على الشاشه او نشوفه على الشاشه عشان نبدا نشوف فيديو قريب ولا قريب؟ لا لسه قريب. بالظبط. بيجيبوه في التدريبات ان هو بيحاول، وطبعا برضه هيكتبوا الفرعون 19 سنه دي كان مش عارف بالظبط. بيستعرض مهارته في التدريبات، وبيحاول ان هو يعدي من بالكره، هيحاول ان هو يجري الاول وبعدين ياخد الكره وهو بيجري وبعدين يحطها في الجون. انا اشوف هو بيجري ما بين الحاجات الصغيره الصفرا، وهو بيجري هياخد الكره من غير ما يقف وبيجري برضه على فكره كون كريم شعراوي معمول له فيديو زي ده. ده بيبان ان هو هناك نجم يعني. للاسف احنا فقدنا كريم، اعتقد ان احنا فقدناه في مصر للاسف يعني. ورغم انه والله ممكن يكون في امل يعني ولو ضعيف يعني. نتمنى يعني.
الفيديو اللي بعد كده في بلاك مان بلاك ميل نيل لينون. اه بالظبط. في لاعب بلاك مان ده لاعب نادي سيلتيك الاسكتلندي دخل في كرة على مديره الفني نيل لينون دخل عليه عمل تاكلنج عليه وقعه والغريب انه تحس ان اللاعب قاصد يعني وقعه وقام يجري عادي يكمل لا بس كان صابه بالملعب الزحلقه بصراحه فعلا زحلقه يعني حتى هو ما اطمنش عليه ولا هو وقع وقام جري لا خلاص بقى لك الحق اكمل الماتش بطمن عليه بعدين الظاهر انه كان مضايقه ولا حاجه قبل المباراه فحب انه تمام. الفيديو الثالث عندنا طبعا احنا عارفين ان جوارديولا خلاص بيودع برشلونه الاسباني لكن الطريف ان ابن جوارديولا واقف بيتقمص دور والده وبيحاول ان هو يوجه يوجه اللعيبه بيتخيل ان هو المدرب وان هو واقف بيوجه الملعب على دكه البدلاء الخاصه بالكامب نو. تمام. بعد كده في عندنا فيديو برضه بالظبط ابرز لعيبه الدوري الايطالي الشباب يمكن كان ضمنهم برضه كامل شعراوي بيحاولوا ان هم كل واحد بيستعرض مهارته في شكل تحدي على بالكوره يمكن اللي هنشوفهم ده طبعا اول حاجه ماركو فراوني لاعب نادي انتر ميلان بص احنا ممكن نتخيل ان هو يحطها في الجون او بيحطها في السله الباسكت في الباسكت بالظبط ده فابي بوريني لاعب بوريني لاعب روما بالظبط مميز قوي بوريني على فكره في هذا الموسم انا عجبني جدا هذا الموسم ده بالظبط طبعا ده كريم شعراوي شعراوي يرفع عسكر بالكوره ولا ايه؟ يفتح الباب بيفتح الباب بالظبط جوفينكو طبعا لاعب بارما برضه ده جامدة جدا جوفينكو رغم قصر قامته لكن لاعب يعني هيخبطوا الكورتين في بعض ينزلوا في الجول وده طبعا فيدال ده فيدال لاعب فيدال اليوفي طب ايه الاصعب في العمل كده انا ممكن اعملها والله هو ضرب كسر عربية طيب في بقى فيديو بعد كده اخير عندنا يمكن طبعا لكل عشاق ريال مدريد الاسباني اللي طبعا توج خلاص بلقب الدوري رغم ان هم عندهم حتى لقاء بكره في ختام الدوري لكن هم خلاص حسموا الدوري طبعا دي اصعب او اجمل اللقطات لريال مدريد على مدار الموسم السنه دي طبعا موسم اكتر من رائع وعلى فكره ريال مدريد عندهم حاليا 97 نقطة لو فازوا بكرة هيحققوا رقم قياسي ال 100 في الدوري هيوصلوا ال 100 نقطة هو كان رقم قياسي مسجل ببرشلونة من 99 نقطة ثلاث سنين 99 أول سنين مع جوارديولا لو طبعا قدروا ان هم يكسبوا بكرة هيحطوا رقم قياسي جديد هم أدوا بصراحة موسم رائع السنة دي لو أنت كنت بتشجع برشلونة ولا مين؟ أنا لا أنا مشجع ريال مدريد أنا مدريدي من زمان كان سر ما رضيتش ازيعه ولا بعد نهايه الدوري لما الدوري خلص قلت له من انا مدريدي انت قلت على الهوا ولا اول مره تقول دلوقتي؟ لا اول مره اقول دلوقتي بس قلتها على وقعتك انا لا انا قلتها اصلا كانت على الصفحه الخاصه بيا يعني على البيج بتاعتي على الفيسبوك ان انا مدريد احتفلت مع ريال مدريد بعد نهايه الدوري يعني بس ريال مدريد مش المفضل ليا اوروبيا عشان بس مش مفضل اوروبيا؟ لا في اسبانيا مين مفضل اوروبيا؟ هو تاني اوروبي بالنسبه لي تاني اوروبي بعد مين بقى؟ بعد روما روما ليس روما طبعا موسم رائع طبعا ريال مدريد وكانت منافسه كبيره من برشلونه بصراحه الدوريات كلها كبيره السنه دي ممتازه يعني سواء الدوري الانجليزي او الاسباني او الايطالي الدوريات كلها ممتازه لم تحسم الا في الاخر ما كنتش عارف لحد اخر لحظه تقريبا مين اللي هيفوز بالدوري يعني. في انجلترا مانشستر سيتي لحد النهارده يعني مانشستر يونايتد بالظبط كده وسيم طبعا بشكرك على وجودك معنا النهارده شكرا ليك ان شاء الله ليكون لنا لقاء مع فرقه المحترفين ان شاء الله في الاسبوع القادم باذن الله باذن الله شكرا لك يا محمد وشكرا للساده المشاهدين مشاهدينا الكرام بشكرك طبعا على وجودكم معنا غدا ان شاء الله حلقه جديده ويوم جديد واستاذ ميلودي مورنينج شو نفس الموعد الساعه 12 دولار واعاده الحلقه ان شاء الله الساعه 1:30 بعد منتصف الليل شكرا لكم والى اللقاء